تمام يا فندم. نعم حضرتك معلش سؤال بس بخصوص شقق الإسكان، أنا جات لي شقة للإسكان فالمفروض رحت البنك عشان أفهم التفاصيل، فسألت اللي في البنك سؤال مباشر، قلت له هل البنك بيديني شقة ولا البنك بيديني فلوس باخد بيها الشقة وأنا برد الفلوس دي بنسبة أكبر؟ قال لي البنك بيدي حضرتك شقة، ده الكلام اللي قاله لا الموظف. عفوا، دعك من الموظف، مش في عقد، تمام معك عقد؟ بس أنا لسه ما وصلتش لا، للعقد يعني زي ما أنت عارف. أي واحد سبقك تمام معه صورة للعقد، انظر العقد، فيه ربا ابتعد، ليس فيه ربا اقترب، الذي رأيته أنا فيه ربا.